ينضم إلي أيضا من القدس المحتلة دكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس. مرحبا بك دكتور. دكتور، هل نحن سنكون مفرطون في التفاؤل إذا ما قلنا بأننا أمام مشهد جديد متغير ولو قليلا، مصحوب ببعض المستجدات على الساحة تتعلق بصفقات ومفاوضات وما إلى ذلك، أم أن هي مجرد موجات من التفاؤل وتذهب إلى حال سبيلها؟ تحياتي لكم. أعتقد أن الفجوة ما زالت كبيرة. يعني الفكرة الأساسية هي متعلقة بنهاية الحرب. فكرة نهاية الحرب هي خط أحمر بالنسبة لحركة حماس، لا تريد التفاوض على الأسرى بدون ضمانات بأن الحرب ستنتهي، وهناك حديث عن نهاية الحرب، هذا ما لا يرغب به نتنياهو. يعني الفكرة الأساسية التي تعتمد عليها منذ بداية الهجوم واحتلال قطاع غزة هو أن المقاومة الفلسطينية تطالب بانسحاب ونهاية الحرب، وهو ما لا يريده لا نتنياهو ولا الحكومة ولا حتى الرأي العام. لكن إشكالية وجود الأسرى هي كورقة أساسية في عملية الضغط على الجبهة الداخلية. لاحظنا اليوم بدأت هذه المظاهرات تتسع بشكل كبير جدا. الخطورة في موضوع الأسرى أنه في حالة فشل هذه الحكومة التي كانت تعطي وعود كثيرة على مدار 7 أشهر بأن مزيد من الضغط ومزيد من استخدام القوة ومزيد من القتل ومزيد من الدمار قد يساهم في إطلاق سراح الأسرى، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. الأكثر بالنسبة لهم هي فقدان الثقة في الحكومة على المستوى السياسي، وأيضا فقدان المواطن الإسرائيلي المصداقية بوثقته في الجيش، وهو ما يتخوفه الكثيرون الجبهة الداخلية الصهيونية، خاصة أن هناك عقيدة في الدفاع عن الأسرى وإخراج الأسرى، سواء كانت عقيدة دينية أو سياسية أو عسكرية، وهذا لم نشاهده خاصة في عملية استخدام الفيديوهات والنداءات من الأسرى الموجودون لدى حركة حماس بأن هناك حكومة فاشلة لم تستطع أن تفعل شيء رغم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها. فالسؤال المطروح الآن أمام الجمهور الإسرائيلي إما إبرام ووقف الحرب، إبرام صفقة ووقف الحرب، وإما الاستمرار بالحرب وفقدان المزيد. نعم، هذا المشهد إذا دكتور أمجد، هل من شأنه أن يغير من الموقف الأمريكي ومن الموقف الغربي، أم أن هذا المشهد لن يغير من الأمر شيء، وهناك في الكواليس وفي الغرف المغلقة اتفاقات وثوابت أخرى لا يعلم عنها الرأي العام سواء في إسرائيل أو في غيرها شيء؟ لا، هناك تصريحات واضحة جدا. فكرة وقف الحرب بدون نتائج على الميدان وبدون سيناريو سياسي سيعتبر هزيمة للحكومة الإسرائيلية. كل التصريحات الأمريكية على مستوى وزير الدفاع، على مستوى وزير الخارجية، على مستوى رئيس الولايات المتحدة بايدن أنهم لن يسمحوا بخروج حركة حماس منتصرة، على الأقل سياسيا لن يسمحوا بذلك. لذلك هذا كله يعطي مؤشرات بأن فكرة تبادل الأسرى لا يمكن أن تكون كاملة، وكل الضغوطات تتجه نحو إبرام صفقة جزئية من أجل التخفيف من الرأي العام الداخلي الإسرائيلي، وأيضا من أجل على الأقل إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية. ولكن لا أعتقد أن حركة حماس ستطلق، خاصة بأنها صرحت أن لديها 30 جندي وضابط في الجيش الإسرائيلي لديها، لا أعتقد بأنها ستقوم بمبادلتهم بدون وقف الحرب وبدون انسحاب الجيش الإسرائيلي. نعم. حماس تريد إبقاء عدد من الأسرى أو خاصة الأسرى المهمين حتى تضمن استمرار وجودها، وأيضا استمرار قدرتها على الضغط على الجانب الإسرائيلي حتى يوافق على صفقة كاملة. من ضمن هذه الصفقة هو الانسحاب ونهاية الحرب ورفع الحصار وإعطاء برنامج لإعادة الإعمار في قطاع غزة. بدون الأسرى
حركة حماس لا تعتقد بأنها ممكن أن تنجز أي شيء، وربما ستكون عبارة عن انتحار سياسي بتسليم جميع الأسرى والسماح لإسرائيل باستكمال الحرب بدون الأسرى. بعتقد أنها ستكون أضعف بكثير مما هو الوضع الآن، وهي تدرك تماما أهمية وجود هؤلاء الأسرى وأيضا في توزيعهم في مناطق مختلفة حتى لا يكون هناك أي مفاجآت في عمليات عسكرية قد تؤدي إلى خسارتهم لهؤلاء الأسرى. نعم، يعني السردية الإسرائيلية ترى بأن لب هذا الصراع هو استعادة المحتجزين، هذا ما هو معلن، ولكن في نفس الوقت بعض التصريحات يقولون فيها بأن هذه الحرب سوف تستمر حتى وإن كان هناك هدنة بعد تسليم بعض المحتجزين من خلال صفقة أو هدنة، ومن ثم يتساءل البعض عن المشهد بعد أو في حال تسليم المحتجزين، هل ستكون الحرب في غزة على غرار ما يحدث الآن أم ماذا؟ نعم، السيناريو الذي يرغب به نتنياهو وحكومته بأن يكون نفس السيناريو الذي تم تبادل الأسرى فيه في شهر نوفمبر السابق، وهو تبادل أسرى محدود ويتم إطلاق سراح جميع الأسرى على دفعات، وهذا طبعا لن توافق عليه حركة حماس. لا يريد الحديث عن عودة جميع النازحين من الجنوب إلى الشمال، لا يريد الحديث عن الانسحاب كامل، لا يريد الحديث عن وقف إطلاق النار، لا يريد الحديث عن ضمانات، لا يريد الحديث عن رفع الحصار، لا يريد الحديث عن إعادة الإعمار بسبب التسويق لدى قواعد اليمين واليمين المتطرف واليمين الديني بأن عودة الاستيطان وعودة السيطرة واستمرار احتلال على الأقل البقاء في قطاع غزة 10 سنوات قادمة، هذا ما يقلق أيضا الطرف الفلسطيني بالتنازل عن ورقة مهمة جدا. لذلك التفاؤل بعتقد هو ليس بمكانه الآن، لأن الفجوة ما زالت كبيرة. لكن هناك على سبيل المثال هناك تصريحات اليوم من زعيم المعارضة لبيد بأنه يفضل إنهاء الحرب واسترجاع الأسرى، ولكن هذا الرأي يختلف كليا مع ما يفكره صاحب القرار وصاحب السلطة التنفيذية نتنياهو وحكومته بأن قبول شروط حماس هو باعتبار هزيمة. نعم. وباعتبار سقوط هذه الحكومة وباعتبار تنظيم انتخابات مبكرة قد تؤدي أيضا لخسارة كبيرة للحزب الحاكم حزب الليكود وأيضا للأحزاب التي تتحالف في هذه الحكومة. أعتقد أن مسألة الاتفاق على صفقة كاملة صعب. نعم. جدا الآن في ضمن المعطيات الموجودة الآن، وأيضا المظاهرات رغم أنها اتسعت ولكنها لم تصل إلى مستوى ممكن أن يؤثر على الحياة اليومية. نحن نتحدث عن مئات. نعم. أو آلاف، يصلوا إلى مرحلة مئات الآلاف كما كان الحديث أبان الإصلاحات القضائية أو الانقلاب القضائي. نعم. النظام القضائي. مفهوم. الذي أثر على الحياة العامة في إسرائيل مع دخول النقابات العمال وكل. نعم. المؤسسات في إسرائيل، وهذا أدى إلى تراجع نتنياهو. لا أعتقد. نعم. أنا نعم. نعم دكتور أمجد أشكرك وأعتذر نظرا لانتهاء هذه الساعة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس.